أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج على موكب تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد المعتمدين بتونس، وهم سيسيليا وورمشتاين آشا سفيرة مملكة السويد. محمد نصر محمد سفير الجمهورية العربية السورية. أولغا أناغنوستوبيل سفيرة جمهورية اليونان. ديجانا إيفانزيتش سفيرة جمهورية صربيا، ودار هذا الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج نبيل عمار.